قاعدين نبداو قاعدين عم شردين في الزنقة. حوايجنا حطينا مع عدد جيل الله يصرف عليهم وروفوا علينا وقفوا معانا الطيج عربي يقف معاكم وربيون بي هذا قدري ما خدامش الله عليه وسلم وجلالة الملك الله يعطف عليه القلوب والله يشافيه والله يشافي الجميع والله يدير تساوي وقفوا معانا وقفوا مع الله أنا ولدي هذاك اللي هدرتي معاه وليدي لا خدمة لا ردمة لا مصروف ناكل منها ونشرب منها أنا دابا موجود وعندي القلب أكون وريتك الدواء تاع القلب ديال القلب ديال القواط راه اليوم عاد حلوا لي البلا مشيت خديت الدواء ديالي شربت وعاد خرجت بغي ما واكله ولا ضايقه لا البارح ولا اليوم الحمد لله اللي فلت انا ولدي ما عطاوناش شي الله يخلف عليهم ما عطاوناش شي الله يخلف عليهم اش غنقول ليه الله يجود على الحباب الله يجود على الحباب اوليدي الله يكثر خيركم اوليدي شنو الله يجزيكم بالخير اوليدي الله يكثر خيركم الله يجزيكم بالخير حنا وليدي راه بين يديكم دابا راه عارفين يديكم حنايا انا ولدي رانا ولدي انا كنت ناكل فيها ونشرب فيها وهاي دابا بقات الله غالب لا من يصرف لا من يعطي لا من يخدم الدريبات من الخدمه هي باركه انا باركه هاد الدويرات اللي كتشد منهم هاد الرزيقه مهوده كاين الله وليدي كاين الله مجر الله دابا راه غتبات على الزنقه انا ما شدوش هاد الناس وقع علينا حنا وسط المنزل ديالنا هاد الفاجعه وقعت لي انا والوالده احنا يا مريحين ما بينا ما علينا تطاح علينا شي واحد امك سهداء والوالده راه هي مولا الدار الوالد الله يرحمه تما هما اللي نتاعها تما هما اللي نتاعها وحنا اللي كنا خويا في الدار بيتهم في الصح خويا ما عمرهم جاو علمونا ولا ما عمرهم جاو عندنا ما عمر الدار كانت دايره الزقه هادشي جا الفاجعه جات على غفله وحنا خويا راه بيتينا في الزنقه خويا انا راه باقي لحد الان ما شفنا نعاس لا والو امي راه هي مراه كبيره راه هي بيتها في الزنقه وكنطربوا خويا هاد الناس الا بغاو يشوفوا من حالنا ما بغاوش اخويا على خاطرهم هادشي اللي غادي نقول لك اخويا للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في